بدكم تعرفوا ليش مبسوطة؟ إيه؟ يلا حذروا لشوف، يلا بسرعة. لك شو؟ يلا هيتال، هلا لا تحذريني أكتر. يلا قليلي شو اللي صار؟ أنا بطقزة معرفتها. تكرم يا عمتي، يلي صاير له علاقة بسويتي. لك هيتال أنت عن جد نزعتي لي مرائي، يعني شو اللي جاب سيرتها لهالبنت هلا؟ بس هالمرة ما لازم ينتزع مرائك، لأنه خلص راحت. عن جد؟ راحت؟ إيه ألف الحمد لله، معناها هلا أنت ارتحتي على الأخير. هيتال؟ بس يعني لوين راحت هي؟ هي راحت مع زوجها على بيت أهله. يعني راحت تعيش عندهم وما عاد ترجع. لا عمتي، مو نهائيا، هي سافرت مع زوجها كم يوم لتزور بيت حماها. بنتي يعني انت بتقصدي انه رح ترجع بعد فتره؟ ايه معلش، يعني على الاقل هيتال هلا رح ترتاح كم يوم من وجع الراس. ها هيتال، حاولتي تعرفي شو كان صاير؟ شو مشكلتها مع بيت حماها لحتى ما كانت تروح؟ ولا المشكله بينها وبين جوزها؟ لا عمتي، ما عرفت ليش ما كانت تزورهم، بس في شيء انا متاكده منه، وهو انه سويتي ما عندها اي مشاكل مع زوجها، وانه هن الاثنين بيحبوا بعض كثير. هلا اذا علاقتها مع جوزها ما فيها شيء، معناها هي ما قدرت تتفق مع اهل زوجها. هيتال ليكي بس لا ترجع، عبي براسها مشان تنفصل عن بيت حماها وتاخذ حريتها هي وجوزها ببيت لحالهم، واقنعيها انه هيك رح ترتاح كثير. وقتها انت كمان رح ترتاحي على الاخير. عمتي اسمعيني، خلي هذا الشيء لبعدين، انا هلا مبسوطه اني واخيرا رح ارتاح كم يوم ببيتي. لك ايه مو تكرم عيوني، انبسطي يا هيتال، انبسطي، اجت ايامي الفرح. هيتال يأمرني. ليكي هيتال، اذا بدك تقدري تتحكمي بكل شيء ببيت حماكي، ما عليكي غير انه تسمعي نصايحي وبس. ماشي عمتي، بس انا عطشانه كثير، رح فوت اشرب مي بالاول. لك جيبي لي كاسه مي بارده. اها والله هالخبر الحلو لازمه احتفال كبير. مرتخي، انتي ما بطلتي عادة انك تتخبي وتتنصتي على حكي الناس لهلا؟ اكيد انتي سمعتي كل شي، هي عادة بشعة يا منى. بعرف أكيد أنت هلأ شايفتيها فرصة مشان تروحي لعند أهلك وتشكيني، مو هيك؟ يلا روحي لكان، ليش واقفة؟ أنا صحت لي فرصة لأنبسط شوي اليوم، يلا روحي لعندهم وخربيها فوق راسي، يلا روحي. شوفي، مو أنا اللي متعودة أتخبى وأتنصت على أحاديث الناس يا هيتال. كمان في شغلة أهم من هي، إنه أنا ما بحكي عن الناس بغيابهم أبداً، ولا بيبسطني إني قلع بنت من بيت أهلها بس لأني ما بحبها أو مضايقتني. مو ملاحظة إنه في فرق كبير بيني وبينك يا هيتال؟